اعلامي تفهم. طيب كل مع ورقه يا الربع. طيب اتمنى انكم تجلسون وتركزون في الاسئله. حلوين شباب هناك في صوت، اذا ما عليك ممر بس من واحد الجلسه. طيب بسم الله نتوكل على الله. اول شيء يقول يجب ارضاء جميع من معي في العمل لاعيش بيئه جميله، ايش رايكم؟ طيب دقيقه قبل انا ابيكم تجمعون في لوكيشنين، ناس هنا وناس هنا، افضل على الشاشه. فاللي هنا في النص واللي وراء اذا ما عليهم امر يروحون يمين يسار عشان الجمهور يشوف، عشان تختلف ولا تتفق، ما يقدرون ياخذونك الحين. خله لا خلص عاد سوى. ليش؟ ايوه عشان عقب ما اخلص على خشمي. نعم اتفق. ومهند حبيب قلبي يمين ولا يسار؟ طيب صوت يا شباب الله يسعدكم. يجب ارضاء جميع من معي في العمل لاعيش بيئه جميله، وش رايكم؟ يجب ارضاء جميع من معي في العمل لاعيش بيئه جميله، يعني اللي معك في العمل لازم ترضيهم كلهم. ليش يا سلطان تتفق؟ رضا الناس غايه لا تدرك، هذا اول شيء. حلو. ثاني شيء قد يكون اللي معي في العمل هذا وهذا بينهم تاتش، ماني بقادر ان رضيت هذا زعل هذا وان رضيت هذا زعل هذا. المقصد انك انت ترضيهم من نفسك انت. انا إيه؟ عن نفسي يكونوا كلهم راضين عليك. انا بقدم اللي اشوف انه صواب، رضا زين على زين، ما رضى يدق راسه في الجدار. هذا وجهه نظر. نعم. حلو، طيب نبي وجهه نظر مضاده. انا عبد الله. ليش؟ قلبي ليش تتفق؟ هل المفروض انك كل من معك في العمل ترضيهم؟ صح انه صادق ان ارضاء الناس هاي لا تدرك، ولكن انا راح احاول. ليه؟ الحين اخويا هذول كل ابوهم، ما ارضى ان واحد منهم يزعل مني، فهمت؟ حلو. ايه فانا اذا رضيته فكاني مرضي نفسي، فهمت؟ اقول شيء يا عبد الله، من اللي بيقدر يزعل منك؟ سم؟ من اللي بيقدر يزعل منك؟ انا ما اتوقع احد يقدر. لا 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 لا. طيب ايه الحلاوه دي؟ يقول